ليس كل من أشعل النيران يطفئها، ولكل حرب ضحايا، قتلى وجرحى ومشردون أذتهم الحرب وسامتهم مرارة العربة والحرمان. ومخيم برة أكبر دليل على ذلك. هذا هو مخيم برة، أكبر مخيمات اللاجئين الأزواديين في موريتانيا. ما يقارب 50,000 لاجئ أزوادي في هذا المخيم هربوا من جحيم الحرب المستعرة في إقليم أزواد، والذي طالما حلموا به دولة آمنة مستقرة. بدخولنا المخيم كنا بمثابة الحجر الذي ألقي في أحلام اللاجئين الراكدة. اكتشفنا أنهم وإن ابتعدوا عن أرضهم فإنها تسكن القلوب، فيصيح بحبها الصغير قبل الكبير. إنه التشبث بأمل الحرية والعيش الكريم. مخيم هذا أنا هذا اللي جيت من هذا اللي جيت هاي، ما عندي شيء خالق. كون كيلوات هذه، كيلوات هذه بتاع الروح، وشي ما وشي من الزيت، وشي من بلقرة، إلى هذا اللي بعد واقف هو الخالق. يعيش الناس هنا بين لاهث وراء القوت اليومي، وهاتف بأمنية استقرار كيدال وتحرير أخواتها من مدن الشمال. ويشكل الحصول على لقمة العيش في المخيم لبنة المعاناة، بعد أن باتت المنظمات الإغاثية مغلولة الأيدي، وإن بسطتها لا تأتي إلا بعد شهرين. حالة عانى منها هذا الشيء ثلاث ليال سويا دون أن يجد للغذاء طعما. ما نتغدي، ما نغديناه، ما نعشاش، ما نلبساش. أنا غصبان. ما اللي يعطيه له ما يعطيه، إلا واحد يشري بس. ما فيش إلا واحد، ما فيش فلوس، ما يعطيش بوك. إلا في واحد يشري، يشري. ما رواج في موريتانيا، في موريتانيا. لا ورانا في منظمات. منظمات شنو هي؟ وين منظمات؟ ما فيش منظمات. لا يؤلي أهالي مبرة اهتماماً كبيراً لظروف المعيشة الضنكة التي قذفت بهم الأقدار فيها، بل يحاولون قهر تلك الظروف. تتقمص النساء دور الرجال في إعالة الأسر بعد أن هاجر جل الرجال، فالمرأة هنا هي المحرك الأول للأسرة. يلقى عليها حملاً ثقيلاً في مخيم يفتقد للكثير من وسائل الحياة، حياة بحث عنها سكانه فأتاهم الموت من كل جانب. نحن هنا آمنين ونشكر موريتانيا على ذلك. لا يتوقف نبض الحياة في المخيم، بل تسير رغم كل الظروف على طبيعتها. التعليم هنا يحظى باهتمام بالغ من طرف المواطنين الأزواديين. بنت الدولة الموريتانية المدارس، وإليها توافد تلاميذ المخيم. تنتشر الأمراض بين سكان المخيم، والسبيل الوحيد لعلاجها هو نقاط صحية داخل المخيم، أو الذهاب إلى مدينة باسكنو التي لا تبتعد عن المخيم سوى 30 كيلومترا. ينقصنا كل شيء هنا من سيوت وأرز وقمح ودقيق، كما ينقصنا الدواء. نحن نسكن في عرائش خفيفة ونعاني الكثير منذ شهرين. تتشابك خيوط الألم داخل مخيم برة، حيث تحيا الأسر تحت وطأة فقر مدقع لا تجد ما تسد به الرمق أو تستر به العورات. وتحاول البراءة حجب حجم الصعاب التي تنوء بالعصبة أولي القوة.
تتذكر هذه السيدة التي مات زوجها الأول، تتذكر مرارة الحرب وعورة الخروج من لهيبها حتى الوصول إلى مخيم برة. أنا نبدأ الحرب، مات ياسر وهربنا جايين، جينا هون الفصال وتلقاونا مريتا، هؤلاء بخلنا شمش صالح تبارك الله. وحين تسأل أحدا من أهالي برة عن الحرب يسرد فيها بحكايات تنفطر لها القلوب ويلقي جام غضبه على السلطات المالية التي يرون أنها تمنعهم مما يقولون إنه حقهم في الشعور بالمواطنة والعيش الكريم بعيدا عن مناخ الفقر والجهل والحرمان. قال لي واحد من المتدين التار واحد يا عسكري السودي، قال لي إنما يخرج هذه الشرب الأحمر لا قال ليس فيه ولا لست فيه، إنما يخرج هذا الزلد، هذا الزلد هو الحمل، وما أخرج لي أني من الجبهة ولا من المفسدين ولا أفسدت شيئا ولا قتلت أحدا ولا أبطلت مال أحد إلا هذا الزلد، وهذا الزلد لا تستطيع إزالته. فهمت؟ ولكن رأيت مثل ذلك، لأن الذين تشددوا في إعادة مالي محمد الشكر معروف عند الناس، وهو الذي يعين العسكري لا يحب الجمعه، قتل ما قتل في مالي المهدي ابن ابا حجب، وهو الذي يعين مالي لا يحب الجمعه، وهو الذي قتلته مالي. هذا هو دليلنا على ما قال لي العسكري، ليس في هذا انا فيه. لظى الحياة في المخيم لا يمكنه طمر هوية سكانه الإسلامية، فشعب أزواد لا يتخلى عن دينه في أحلك الظروف، وتقام الصلاة في مسجد يشي بما فيه هؤلاء من قساوة عيش وكذا التعلق بأرض يبدو حبها خالط الدماء. إني ما أخرجني إلا مكان الأمن الذي يستطيع أن يسد لي، وأنا عبود ربي، إذا علمت أني لا أفسد شيئا تشاويشني، ومن كان ذلك في موريتانيا ولا في غيرها أجلس فيه، وما أخرجني أني أخاف أن أفسد شيئا، وما قتلت أحدا. فهمت؟ الأوضاع المعيشية هنا دقت ناقوسها عدة منظمات إغاثية في مطلع العام 2016، حيث أكدت أن سكان مخيم اللاجئين يصارعون مجاعة باتت تطرق الأبواب، آثارها استوى فيها الإنسان والحيوان. ومع ذلك يسير اللاجئون الأزواديون في مخيم نحو يوم يخرجون فيه من عالم اللجوء، يوم قد يرونه قريبا ويراه البعض بعيدا. فر اللاجئون من الحرب في الشمال، فآوتهم موريتانيا بالأحضان ووفرت لهم الظروف التي تمكنهم من العيش، عيش تحول إلى أوضاع قاسية في الوقت الراهن تترجمه نظرات الأطفال وحيرة النساء، جروح تنزف وإن على صمت، وبطون خاوية، منهم من ولد في المخيم ومنهم من جاءه صغيرا ليشهدوا على إحدى أكثر قصص المعاناة ألما بين موريتانيا ومالي. بات المخيم في هذه الأيام أكواما من الحرمان والصراع من أجل البقاء والتذمر والشكوى من الفقر والفاقة. فصحيح أن الحرب شردتهم ومزقتهم، بيد أن جبال كدال لا يفتأ يذكرها هذا أو ذاك حتى يكون حرضا أو يكون من الهالكين. مالي ما قد عدلت للشعب شيء، إلى عاد ما هي رقاز اللي يخدمهم غير الشعب ثاني، ما قطرش كيف يعني هذا، واللي غير
اللي غيران عمال اي ما بسوا حد بعد كيف عنده حق في مالي ما قطريناه ما قطريناه انا بعد ما قطريته ما عندي حق في الدواء ولا عندي حق في كل شيء ما عندي ما قط سردات شيء للشعب إلى عادك إلى عاد مشى واحد إلى عاد مشى واحد يدار شيء يدار حمول واللي يدار حطب ينقلعوا فيه ويخلصوا باللي يدار ما يقد بعد يعدل شيء ما قطريناها بعد إذا هذا اللي كاتلين اللي معروف ما خلاه حدقة إلى عاد ما هو حد داخل المخيم هذا وأنا هذا أنا هذا بدي كل بكتي كل بار لهي يا غير بعد اشفلتي من جد ليكون مخيم بر دولة صغيرة لحلم دولة كبيرة تلك الدولة التي يتعلق بها الشعب الأزوادي في شتات إفريقيا والعالم يريدونها آمنة مستهرة يتعلمون فيها يتعالجون فيها ويغسلون بترابها ما علق بهم من أدران التشرد واللجوء في الجبهة ولا أني قتلت قتلت من وياك ما أخرجني إلا أحد الجلد لا أستطيع إزالتها خلاص وإن كان لا يقوم في موريتاني تركتني أصلي ما نعوبا تشرد الكثيرون ومات مثلهم بسبب حرب الشمال التي قادتها مالي وحليفتها فرنسا على إقليم أزواد فجنت موريتانيا منها مخيما مؤقتا للاجئين في العام 2013 بحكم جوارها لمالي وفي انتظار أن يتحول حلم الدولة الأزوادية إلى حقيقة ويعود اللاجئون الذين من سلم منهم من القتل رصاصا قد لا يفلت من الموت جوعا يعودون إلى الإقليم يبقى مخيم بر شاهدا على إنسانية الشعب الموريتاني وعلى حياة لمن وجدوها فيه وإن بطعم اللجوء في أمان الله.